تحصلت 3 مشاريع لخريجي المدرسة العليا للمواصلات على جوائز من بين 12 مشروع قدمت خلال مسابقة التحدي التي انتظمت بالقطب التكنولوجي بالغزالة. 3 مشاريع لخريجي المدرسة العليا للمواصلات تحصلت على جوائز من بين 12 مشروعاً شارك في مسابقة التحدي في دورتها 7. فيك تعمل متابعة مستمرة للصغير نتاعك الديستانس، وتنجم حتى معناها تتحكم في حاجات في الشومبر نتاعو، وسورتو معناها يرتاح المرأة انه ما تقعدش متحايرة برشا على ولدها، تنجم تشوفه في أي وقت أبارتيغ من الأبليكاسيون موبيل نتاعها. والبرودوي هو أون فيت سي توت أن باكيج، فيه كاميرا أي بي، فيه دي كابتور نتاع سخانة باش تعرف صغيرها طلعت سخانه ولا لا. دو كوليكت دي لومو لي ديشي الكترونيك اللي عند العباد، ونعملوا ريسيكلاج نتاعهم، وناخذوا منهم قبل ما نعملوا ريسيكلاج ناخذوا منهم لي بليس دو ريسورس اللي لازم نبيعهم للتكنيسيان. خلال هذه التظاهرة عبر بعض المستثمرين عن استعدادهم لتبني بعض المشاريع الفائزة. كثير من الصناعيين يعني يحبوا يعاونونا العام هذايا باش نوصلوا نشحوا على الاقل فكره ولا زوز. خلينا معناتها لو بوت عندنا لي نو سبونسرز كل معناتها افيك لي بيدجي افيك لي فون مستعدين معناتها باش يشجعوا الشباب هذوما المتخرجين باش بور رياليزي لوغ بروجي. هذه المسابقة هي فرصة لخريجي المدرسة العليا للمواصلات لتطوير قدراتهم والدخول في عالم الشغل القائم على الابتكار والمنافسة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.